What's up guys, شركة أبل جت سلسلة جوالات جديدة واللي أهمها الآيفون 12 برو ماكس هو الأغلى ومواصفات أعلى بقليل من أجهزة الآيفون 12 والآيفون 12 ميني والآيفون 12 برو. في هذا الفيديو راح أعرفكم على أهم المميزات والمواصفات لهاتف آيفون 12 برو ماكس. من ناحية التصميم فالتصميم فخم، حواف عريضة مصنوعة من الفولاذ، ظهر بيحتوي على 3 كاميرات في إطار مربع، ظهر الجوال أيضا معمول بزجاج غوريلا المعروف كأقوى زجاج، والجهاز بيجي بأربع ألوان مميزة واللي هي الفضي الجرافيت الذهبي والأزرق. شاشة الجهاز مصنوعة من السيراميك شيلد اللي هو أقوى 4 مرات من الأجهزة السابقة. أيضا الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيارية الآي بي لحد 6 متر. وهنا زي ما احنا شايفين الماج سيف اللي وضعته الشركة اللي هو الشحن اللاسلكي حتى توفر عليه. أيضا الشاشة 6.7 إنش وهي أكبر شاشة صنعتها أبل في هذا الجيل وفي هذه السنة. أيضا الشاشة تستحوذ على 87.6% من حجم الجهاز في الواجهة. معالج A14 بيونيك الأقوى من شركة أبل هذه السنة في هذه الأجهزة. يحتوي الجهاز على 3 كاميرات، الكاميرا الأولى ألترا وايد 12 ميجا بكسل والوايد 12 ميجا بكسل والتيلي فوتو 12 ميجا بكسل. وفقت الشركة ما بين الثلاث كاميرات. التيلي فوتو تحتوي فتحة عدسة 2.2 زي ما احنا شايفين هنا التفاصيل والديتيل الموجودة وكمية التفاصيل الموجودة في الصورة، لأنها أفضل شركة في عمل هذه التصاميم والكاميرات الموجودة. هنا الثلاث كاميرات. الكاميرا الثانية اللي هي الوايد 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.6 اللي هي 26 ملي، والتي قالت عنها الشركة موجود فيها 7 أفضل ب 47 مرة، 87 مرة أقوى، وفيها الحساس هزاز يحتمل يستوعب الهز والحاجات زي هيك. كمية التفاصيل الموجودة في الصور هي معروفة، شركة أبل هي الأقوى في إعطاء تفاصيل في الصورة، هي تديك تفاصيل في الصورة كأنها كجودة كاميرا. زي ما احنا شايفين تحتوي الصورة على أكثر من 10 طبقات، تحتوي على أكثر، كل طبقة فيها تعطيك ألوان مختلفة مع إشعاعات مختلفة حتى تديك صورة بجودة عالية ودقة عالية جدا. شركة أبل تتفنن في هذه الأشياء، انظر في كمية التفاصيل الموجودة عليها. أيضا الحين الإفكتات التي تعمل على تغييرها شركة أبل حتى تغير نمط الصورة، لكن تعطيك نفس الجمالية ونفس التفاصيل ونفس الديتيل في كل صورة وفي كل تفاصيل موجودة. كل صورة موجودة فيها كمية تفاصيل هائلة جدا، وأيضا تعطيك قوة إضاءة غير موجودة في أي جهاز إلا أجهزة الآيفون. أيضا في التصوير الليلي فهي تصوير عميق وفخم جدا. تصوير الفيديو معروف كـ 4K بتديك جودة عالية جدا لتصوير أي كاميرا. انظر هنا التصوير اتجعلت من تصوير عالمي خرافي كتصوير كاميرا الكانون لتصوير الفيديو. حتى الاستديوهات نفسها ما بتقدر تطلع لك اشي بهذه الجودة وهذه الكواليتي. الفلتر الموجود فيها أكثر من فلتر تحتوي على شركة فلتر، يعني دائما تبدع شركة أبل في موضوع الكاميرات والتصميم. الكاميرات تعطيك جودة عالية جدا، وأيضا تصوير الـ 4K فيها كتصوير الكاميرا وأفخم كثير. كمية التفاصيل الموجودة في كل صورة تعطيك إيحاء جميل، إيحاء إنك أنت ما بتصور بجوال عادي، أنت بتصور بجوال خرافي بكاميرا كانون DRX. كمية قد ما راح أحكي عن التفاصيل فشيء هذا خرافي. أيضا المستشعر الموجود في الكاميرات اللي هو الـ 3D LED AI 3D إشي خرافي، دائما تصوير 3D يعطيك أشياء
خرافية جدا. المعالج في قوية جدا. هذا بيساعد الكاميرا في عمل الفوكس. مستشعر رهيب. تمن 3D في هذا المستشعر شيء خرافي. معمول كتقنية 3D شيء خيالي جدا. وهذا فيديو توضيحي لأداء المستشعر اللي هو راح يريحك من مجهود كبير 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 كان على عاتقك. هنا زي ما احنا شايفين هو ما بنفتح الجهاز على المستشعر على تطبيق معين راح يمدينا على الأشكال الهندسية بتحريكها بأشكال بشيء بسيطة لو هذا اللي بنسميه 3D سكينر شيء خرافي للمهندسين. هذا جوال هو معتمد. صح قبل ما ننسى الـ 5G خبرات الشركة قبل كتير ولكن هي شيء فخم خرافي بيديك مع المعالج الـ 14 بيونيك بيديك 5G شيء عالي جدا غير متوقع. ايضا وفقت شركة ابل في انها تخلي الـ 5G تستعمله فقط وقت ما تحتاجه مش كل وقت فقط. يعني الحين فتحت الـ 4G راح يستعمل لك الـ 5G. راح فتحت تصفح على الفيسبوك او غيره راح يفتح لك الـ 3G. بس شيء يعني من قبل شيء جديد دخل على عالم الأجهزة الذكية. أيضا الجهاز كتصوير كأداء كأشياء خرافية جدا يديك حاجات غير متوقعة. يعني جهاز مواصفات عالية جدا وراقية ولكن كل هذا بيعتمد على سعر الجهاز. الجهاز تصويره عالي الدقة شيء خرافي. انت بتتعامل مع كاميرا باعتبار من جهاز التصوير. هو ايضا شيء جميل في اللي حطته الشركة المايكسيف ايضا اللي هو عن طريق الشحن اللاسلكي. الوانه كلها اجمل من لون المايكسيف في شيء جميل ايضا كان متوقع من الشركة. الشحن اللاسلكي وتخلي الشحن تخلي مغناطيس. الجهاز بيجي زي هيك من غير شاحن فقط الموجود في الجهاز في علبة الجهاز فقط الجهاز ووصلة الشاحن. الجهاز يأتي بثلاث خيارات من سعة التخزين هي 128 256 512. سعر الجهاز يبدأ من 1100 دولار. شكرا لكم لمشاهدة الفيديو. لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يصل كل جديد.